أموالو وسيترون. الجاتو اليوم حاشتنا 140 غرام زبدة ذايبة، 200 غرام سكر، 3 عظام وزوز مغارف كبار متاع مايسينا، و 140 غرام جوز سيترون. اول ما نبداو باش نعملوا الكريمه، نحطوا العظمه نتاعنا اللي هما 3 كعبات، نخلطوا عليهم السكر ونخلطوهم بالكده بالكده. لهنا نزيدوهم الجو نتاع السيترون 140 غرام بمقدار 4 كعبات. لهنا المايزينا ماذا بينا نغربلوها، نعديوها في الصفايه ونخلطوا ونحطوها على نار هادية لمدة 3-4 دقائق. كي تشوفوا الخليط الكل ولا أوموجين، نحطوها على النار وديما نبداو بنار هادية، ما نقفوش على التخليط، ديما نخلطوا وما ننساوش الجناب باش السكر ما يتحرقش والكريمه ما تتهلكش. ديما تبعوها بشويه بشويه وثبتوا الكريمه نتاعكم كيفاش ولات. كي تولي عاقده نقويوها في النار شويه ونزيدوها 3 على 4 دقائق وتخرج لك كريمه بنينه كيف هكاي. بعد ما نخليو الكريمه نتاعنا تبرد، هذا المقادير نتاع الجاتو باش نطيبوه. عندنا 200 غرام فارينه، وعندنا 180 غرام سكر، وعندنا 50 غرام زبده، وزوز ساشي فاني، وثلاثه عظم، وساشي خميره نتاع جاتو. اول ما نبداو نحطوا العظم والسكر ونخلطوهم بالكدا. لهنا زدناهم 50 غرام زبده ذايبه، وبالطبيعه ديما نخلطوا. نزيدوهم السكر فاني، ومن بعد نغربلو الخميره والفرينه، لوفور تاع الجاتو والفرينه نغربلوهم قبل ما نحطوهم في الخليط نتاعنا. لهنا الخليط نتاعنا ولا متجانس، نحاولوا ناخذوا الفرينه اللي بقات الكل ونقدوها بالكدا ونرجعوا للكريمه نتاعنا نشوفوها كان بردت ولا لا. وباش نبداو نحضروا في الليمون نتاعنا، وبلي يجي علينا نحطوا شويه زبده في المول باش البات نتاعنا ما تسدش كتيب. بالطريقه هذه نتفاداو كل مفاجاه ماهيش ساره. اول ما نبداو نعملوا لو فون نتاع لو جاتو هذايا، نحطوا الباز نتاعو باش عليه هو نحطوا الكريمه نتاعنا اللي بردت، نحطوا مغرفه صغيره في وسط البات هذه قبل ما تطيب، ومن بعد نغطيوها مره ثانيه بالبات هذه باش كي نحطوها تطيب في الفور تطيب مع بعضها وتتسكر عليها البات وتبقى الكريمه في وسط الجاتو هذايا دو فاسون. كي تحلو من بعد كي تطيب تلقى فيه كريمه، شوفوا الطريقه كيفاش. لهنا باش نحاولوا نخرجوا بعد ما بردوا الجاتوات من المول نتاعنا، استعملنا زوز طرق، ونسي جامي واحده تتهلك واحده لا. بالحمد لله للزوز جاو ناجحين، صوف الزم تخلي الجاتو نتاعك يبرد بالكدا، يخرج بالطريقه هذه في المول سيليكون وفي المول ميتاليك باش نخرجوهم بنفس الطريقه، وشوف كيفاش يخرج على خاطر حطينا فيه الزبده بالكدا. وبالطبيعه لازمك ديما تستنى الجاتو نتاعك يبرد، شوف كيفاش خرج. لهنا نمشيو لطريقة التزيين، نفس البوش نفرغوها من الكريمة ونحطو فيها لاكخيم اللي عملناها بالسيترون، كانت فيها الجاتو، ننظفوها ونحطو تاع الكريمة ونزينو الجاتو نتاعنا كيما نحبو بالطريقة اللي نحبو عليها، ونقدموها لحبابنا وأصحابنا وضيافنا وولادنا وقت اللي نحبو نحنا. ان شاء الله الوصفه نتاعنا عجبتكم، ان شاء الله تعلمتوا منا حاجه. نعاود ناكد لكم راهي وقت اللي عملنا ليفينمون في ساعه كوجينا ما نعرفوش نطيبوه، وشفنا الناس كيفاش طيبوه وهاو تعلمنا، وما شاء الله الروسات ناجحه.